اكتشاف المقر هنا بالمدينة العمانية وكذلك المدرسة العليا خلاص سوتكس مونتي في إطار الأنشطة نتاع مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة اللي تقوم بأنشطة مهمة على الصعيد الوطني والدولي من ناحية التكوين والبحث والابتكار وكذلك استثمار في الشباب، يعني في هذا الإطار هذا وفي إطار خلق المؤسسات الجامعية اللي قامت بها المؤسسة البحث والتنمية والابتكار في الدخول الجامعي 2023-2024 تم خلق مدرسة المهندسين سوبتك سونتي، وان شاء الله في الدخول الجامعي المقبل غادي يتم خلق مؤسسات يعني مدرسه المهندسين سوبتك انفيرونمون. وفي اطار هذا مدرسه المهندسين سوبتك انفيرونمون تم اليوم في يعني وضع واحد الشراكه مع الجامعه الملكيه المغربيه للغوص والانشطه التحت المائيه في خلق اجازه مهنيه يعني على الصعيد الوطني، واللي تم وضع الاعتماد ديالها لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي والبحث والابتكار. هذه الاجازه الهدف منها وهي يعني في الحرف نتاع الانشطه التحت المائيه، وهنا حرف كثيره يعني تلاحظوها لان الحمد لله في يعني التوجيهات الملكيه الساميه تلاحظوا المغرب الحمد لله مشى واحد النوع قفز نوعي في السنوات الاخيره من ناحيه نتاع الموانئ، يعني احنا تخير دليل ميناء طنجه الدولي وكذلك الموانئ كالدار البيضاء والموانئ اكادير وبعض الموانئ الصغيره وكذلك ميناء ان شاء الله الداخله، غادي يكونوا يعني تفتح فرص الشغل كبيره وتتطلب اخصائيين، وهذا الاخصائيين هذا هي الدبلوم اللي وضعنا الاعتماد ديالو في هذا الاسبوع لدى وزاره التعليم العالي والبحث والابتكار. الهدف منه هو خلق واحد اجازه مهنيه نتاع تقنيين في الميدان والانشطه نتاع تحت المائيه، يعني كاين انشطه كذلك كثيره من ناحيه نتاع الموانئ والانشطه نتاع من ناحيه نتاع البواخر يعني لي باطول اللي تيمكن لهم المانتونس ديالهم يعني الاصلاحات ديالهم. حنا هاد الشباب اللي تقنيين اللي غادي يتم التكوين ديالهم ان شاء الله ابتداء من دخول الجامعي المقبل باش يلبيو هاد الطلبات هاد الميادين هذا، لان الان كاين صعوبات باش يتم اصلاحات ويتم يعني في هاد الموانئ وكذلك في البواخر تاع الصيد وجميع ما يدور باب الانشطه المائيه. هنا ان شاء الله غيبدا هاد التكوين هذا، والجامعة الملكية للغوص والأنشطة المائية هي اللي غادي تواكب هاد التكوين هذا المهني يعني بالأخصائيين ديالها وكذلك المشرفين وكذلك المدربين ديالهم باش يمكن لهم يلبيو يعني من ناحية التقنية ومن ناحية في الميدان هذا باش يتم إخراج إن شاء الله دفعات في السنوات المقبلة وأخصائيين من ناحية حاملين الإجازة نتاع مدرسة المهندسين سوبتك انفيرونمون ابتداء من الدخول الجامعي. وهنا تنشكروا السيد رئيس الجامعه الملكيه للغوص وكذلك الانشطه تحت المائيه وكذلك جميع المكتب المديري وجميع الاشخاص وبعض الاساتذه وبعض يعني الاخصائيين والمدربين في الجامعه اللي غادي يساهموا ان شاء الله في هذه الاجازه، وتنشكروا الجميع باش يواكبوا هذه التخصصات في المستقبل وهي اول تخصص على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الافريقي.